يباشر القائد الأعلى للقوات المسلحة مسؤوليته في غرفة العمليات الرئيسية. اندلعت الشرارة. أثناء تركيب الألغام ظهرت لنشات العدو. استمرنا في التركيب، وبعد ضبط الألغام وانتزاع التيلة بدأنا للرجوع. وأثناء الرجوع لن تتمكن مجموعة من الالتحاق بنا، فرجعت إلى البر ضفة الغربية لخليج السويس سباحة بعدما مضت 9 ساعات وقطعت حوالي 25 كيلو سباحة. ودي مش أول مرة نهاجم العدو، سبق قبل كده إن احنا هاجمناها في ميناء إيلات 3 مرات ودمرنا الوحدات البحرية اللي كانت موجودة في الميناء. وكانت عمليات إيلات كانت الأولى في نوفمبر سنة 69، والعملية الثانية كانت في فبراير سنة 70، والعملية الثالثة كانت في مايو سنة 70. ودي طبعا أعظم ما كنا بنتمناه هو يوم أكتوبر، لأن كان كل واحد عربي يتمنى هذا اليوم.